تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. في دفاعه عن رسوليته وخدمته، الرسول بولس بيستخدم أغرب أوراق اعتماد ممكن تستخدم لخادم ولرسول. تعالوا نلقي نظرة عليها في كورنثوس الثانية أصحاح 11، موضوع دراستنا النهاردة في برنامج فحصين الكتب. ابقى معنا ضيفاً في حلقتنا الحوارية. أقول أيضاً لا يظن أحدٌ أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه، بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد أفتخروا أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. من عدد 16 لنهاية الأصحاح الرسول بولس بيستعرض أتعابه وألامه في سبيل خدمة الرب يسوع المسيح، وعايز يقول إن السمة اللي تميز الرسول الحقيقي أو الخادم الحقيقي هي سمة الألم والتعب. هي دي السكة اللي مشي فيها المسيح، وهي السكة اللي بيمشي فيها كل خادم أمين للرب يسوع المسيح. اللي بيخدم الرب بأمانة لا ينتظر إن يكون العالم حيبتسم في وشه أو حيديله مكانة في العالم. فلكن قبل ما يستعرض ألامه وأتعابه اللي تصل إلى يمكن 27 حاجة اتكلم عنها، بيعمل مقارنة بينه وبين المعلمين الكذبة. وفي بداية الأصحاح بيقول اوعى تفتكروا أن أنا غبي أن أنا هفتخر، ادوني فرصة أن أنا أفتخر، لكن بيقول لأفتخر أنا أيضا قليلا. كلمة أيضا تشير أن هناك من يفتخر، هم بيفتخروا لكن أنا هفتخر أيضا، بس مش كتير زيهم. أنا هفتخر حاجة بسيطة، واللي هفتخر بيه الحقيقة ده لست أتكلم به بحسب الرب. كلمة بحسب الرب يعني ده لا يتفق مع مثال وسيرة الرب يسوع المسيح، اللي لما كان إنسان هنا على الأرض ما لجأش إلى الافتخار على الإطلاق، لكن طريقه كان طريق الاتضاع وإنكار الذات، وكان له فكر الاتضاع زي ما الرسول كتب في فيليبي 2. فكوني أفتخر ده لا يتفق مع أسلوب المسيح ولا مع سيرة المسيح، لكن كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه. بما أن في عدد 18 بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد، حسب الطبيعة الرديئة الشريرة اللي بتحب تتفاخر، هفتخر أنا أيضا، لكن مش بحسب الطبيعة الشريرة، لكن بحسب أدي تقرير على اللي أنا كنت بعمله. وبعدين قال من عدد 19 برضو بأسلوب تهكمي، بيقول بما أنكم تحتملون الأغبياء أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون، وبيصف بعض سلوكيات المعلمين الكذبة. البعض بيستعبدكم، ويمكن في إشارة هنا إلى أن المعلمين الكذبة كانوا بيميلوا إلى تهويد المسيحية، عايزين يرجعوهم مرة تانية للمبادئ الناموسية، يستعبدوهم بتاكل ايه وما تاكلش ايه وتمس ايه وتجس ايه وتلمس ايه. لكن كمان ان كان احد يأكلكم يعني يستغلكم يسقل عليكم بمطالبه المادية اللي بتقبلوه، وكمان ان كان احد يأخذكم يعني يأخذ اموالكم ويسلبكم اموالكم، ان كان احد يرتفع وان كان احد يضربكم على وجوهكم يعني يتعامل معكم كأنه من طبقة عليا وأنتوا طبقة دون،
أو أحيانا يعملكم باحتقار وبإهانة، وبتقبلوا الكلام ده وقبلتوا الكلام ده. لكن هو بعد كده هيبتدي يتكلم عن ما يميز الخادم الحقيقي والمؤمن الحقيقي. أعتقد أن الرسول هنا، الرسول بولس، بيعمل بحسب ما جاء في أمثال 26 عدد 5، جاوب الجاهل حسب حماقته لكي لا يكون حكيما في عيني نفسه. طب إذا كان ده مش بحسب الرب، طب ليه بتقوله؟ عشان خاطر ما يكونش المعلمين الكذبة حكماء في أعين أنفسهم. لا. هم بيقولوا إن هم خدام المسيح وإن هم طيب. أنا هجيب لكم بعض الحاجات اللي حصلت مني علشان خاطر يعني لا يكون هذا المعلم الكذاب حكيم في عيني نفسه، يفضحه يعني. طبعا عدد 17 لما بيقول الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، ده ما يقولش أبدا إن ما كتبه بولس الرسول في هذه الأعداد ده مش موحى بيه من الله، لألا حد يفهمها كده. لكن الرب سمح له إنه يكتب بهذه الطريقة علشان يقوم المؤمنين في كورنثوس. إن كان أحد يأكلكم في عدد 20، دي بتفكرنا بكلام قاله المسيح عن المعلمين في اليهودية الكتبة والفريسيين، لما يقول يأكلون بيوت الأرامل، يعني الناس اللي مفروض إنهم يعني يعطفوا عليهم ويشفعوا، دول بيأكلوا بيوت الأرامل. هنا إن كان أحد يأكلكم، نفس الكلمة اللي استخدمت هناك. وبكل أسف وكأن المسيح عندما جاء وقدم لنا النموذج الرائع، إن الناس ما استفادتش، أو بعض المعلمين اللي هم المعلمين الكذبة لم يستفيدوا على الإطلاق من مثال ونموذج المسيح. الأغرب هو الكورنثيين نفسهم، يعني ناس بيعملوا فيهم كده، بيستعبدوهم ويفترسونهم، دي بترجمة أخرى، ويستغلوهم ويتكبروا عليهم ويعملوهم بطريقة حاجة غريبة الإنسان. بس هو الشيء الغريب أنه الإنسان بيشعر بنوع من الراحة الداخلية لما يبقى يعني كأنه دفع ثمن علاقته بالله، فيعذب نفسه قهر الجسد وأنه يشعر نفسه بالدنيا، بس يطلع برة الدنيا مختلفة خالص، يعيش بقى بكبرياء الإنسانية والطبيعية. العلاقة مع المسيح لا تفعل ذلك، هي تشعرني بالقيمة في محضره اللي يقودني للاتضاع الحقيقي والعملي في التعامل مع الآخرين. رجال الدين في كل دين نجحوا في السيطرة على أناس ضميرهم مثقل بالذنب ولا يريدون التوبة إلى الله. لأنك أنت لو ضميرك مثقل وجيت للرب تبت، هيجي لك سلام مع الله، هيشيل حملك التقيل. لكن أنت حابب الخطية، ضميرك تعبان، لذلك فأنت تستسلم راضيا لرجال الدين في كل دين عشان يعملوا فيك البهدلة اللي موجودة هنا. والمشكلة أن الإنسان بيقتنع أن هو كده أرضى الله، يعني أنا قهرت نفسي وعملت دفعت الثمن، في حين أنه مستحيل أن أنا أدفع ثمن اللي أنا عملته لأنه موجه ضد الله. بالضبط. فلا يمكن أن يدفع ثمنه بهذه الطريقة السذجة للغاية، سذاجة من واحد أنه يفتكر أن حاجة زي كده ممكن ترضى الله. لا يمكن أن يرضى الله إلا عمل كامل، ولا يأتي هذا العمل إلا من عند الله، إلا من شخص كامل. بالضبط. وما فيش كامل في، عشان كده الحل الوحيد في المسيح. إن كان أحد يأخذكم، يأخذكم هنا بمعنى يصطادكم زي صيد السمك أو صيد الطيور، يعني ينصب لكم فخ ويأخذكم في هذا الفخ. عجيب برضو أن الإنسان مستعد أنه يحتمل وهو يتبع الباطل أكتر من أنه مستعد أنه يدفع لكي يقتني الحق. وعجيب أن الإنسان عنده استعداد يبقى عبد لأي شخص إلا واحد بس اللي هو الرب، يعني دي تقيل عليه. لكن حتى في السياسة الناس تجيد قوي أنها تهتف وتعلي واحد ديكتاتور يستعبدهم ويهنهم، لكن هم يعني شاطرين في الموضوع ده. بيقول لهم الرسول بولس كمان إن كان أحد يضربكم على وجوهكم، طبعا الكلام ده بنفهمه بمعنى أدبي، يعني يتسلط عليكم. لكن ممكن توصل للتطبيق الحرفي، ممكن، لأنه من شروط الأسقف ألا يكون ضراب، سواء ضرب يعني ضرب مادي أو ضرب معنوي أدبي. يعني البعض بيترجمها التعالي والتعامل بوقاحة. عندما شخص يتعالى على قطيع الرب ويتعامل معهم بوقاحة كأنه يضربهم على وجوه. آلام بولس.
لقد حسب بولس أنه بقدر ما يخدم المسيح بأكثر أمانة وبقدر ما يثبت به يزداد ألمه على أيدي البشر. بالنسبة له كان الألم هو العلامة أو السمة المميزة لخدام المسيح الأمناء المرسلين فعلاً من قبله. لقد فرد قائمة كثيرة من الآلام والأتعاب تخجل كل خدام المسيح في كل العصور، فلقد سجل الرسول بولس آلامه بالروح القدس في الإصحاح 11 من الرسالة الثانية لكورنثوس. وفي هذا المشهد يظهر أمامنا الأعظم بين رسل المسيح، فظهره قد مزقه الجلد المتكرر وجسده تلف من الجوع والعطش وفعل العوامل الطبيعية. يظهر أمامنا برداناً وعرياناً ومضطهداً من اليهود ومن الأمم، يساق من مكان لآخر بغير مأوى ثابت، متعرضاً لأخطار السيول وأخطار اللصوص وأخطار الإخوة الكذبة ومؤامرات اليهود ضده ومحاولة قتله واغتياله. حقاً لقد تعب أكثر من جميع الرسل، وحسبه شرفاً وامتيازاً أن ينفق وينفق لأجل المسيح، وهو الآن في المجد، وسنراه يقف أمام كرسي المسيح لكي ينال المجازات والمكافآت من سيده الذي أحبه وخدمه. فما أروع ذلك الخادم الأمين. على سبيل الهوان أقول، كيف أننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يكترئ فيه أحد أقول في غباوة، أنا أيضا أكترئ فيه. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل، فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، 1 مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدد 21 يستطرد فيه النغمة التهكمية فيقول، على سبيل الهوان أقول كيف أننا كنا ضعفاء. يعني دول استقوا عليكم، ضربوكم، أهانوكم، تعالوا عليكم، لكن احنا كنا مساكين وغلابة قوي ماشيين جنب الحيط. لكن الذي يكترئ فيه أحد أقول في غباوة، أنا أيضا أكترئ فيه. ويجيب لنا 3 أسئلة، وفي الإجابة عن 3 أسئلة أنا زيه، أنا مش أقل منه. أهم عبرانيون؟ وهنا يقصد القومية واللغة، يتكلمون العبرانية، أنا برضو بتكلم عبرانية وأنا قوميتي عبراني. أهم إسرائيليون من الشعب المختار؟ أنا برضو زيهم، أنا من الشعب المختار. أهم نسل إبراهيم، نسل البركة؟ أنا زيهم، فأنا أيضا في 3 أسئلة أنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ مش أنا أيضا، لكن أنا أفضل. عشان كده يقول أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل، لأنه
مش عاوز يفتخر، ودايما بيربط الافتخار بالغباوة واختلال العقل. أقول أنا أفضل، أنا أفضل ليه؟ لأني عملت معجزات، قومت واحد ميت، مش بالضبط كده، لكن أنا أفضل لأني تعبت أكثر منهم جميعهم. عشان كده لما بيجي يذكر ويعدد يقول أنا أفضل في الأتعاب أكثر. ليه ما ذكرناش المواهب المعجزية التي كانت ده في مكان من الأماكن في أفسس اللي اتكتبت يعني الرسالة دي بعدها بفترة وجيزة؟ كانوا يدوبك يحطوا منديل على جسد بولس ويحطوه على أي عيان يخف. لما ذكرش هذه المسائل؟ لأن في الحقيقة قوات المعجزية قد تصدر من روح آخر غير الروح القدس. الشيطان عنده قوات معجزية، أما عندما تجد شخصا يتعب لأجل المسيح فلا يمكن أن يكون مزور أو مزيف. عشان كده يذكر الرسول بولس مش المعجزات العظيمة التي جرت على يديه في أفسس وغير أفسس، لكن يذكر الأتعاب الكثيرة التي تحملها لأجل المسيح. ومن الناحية الإيجابية أخي يوسف كمان، حتى الخدام الحقيقيين للمسيح مش كلهم ليهم مواهب معجزية، صحيح، لكن كلهم عندهم استعداد يتعبوا ويتألموا من أجل المسيح. ثلاث أسئلة دول كشفونا الهوية بتاعة المعلمين الكذبة الذين أتوا إلى كورنثوس، أنهم يهود. أيوة. وبيسعوا إلى تهويد الكنيسة في كورنثوس. كلام بيفكرني بآخر كلام قاله الرسول بولس في رسالة غلاطية، أن حامل في جسدي سمات الرب يسوع المسيح، ألامي وأتعابي من أجل المسيح تركة علامات في جسدي، وهي دي اللي بتبرهن أن أنا رسول أمين للمسيح. السؤال أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل ربما تشير إلى ما ذكره في القسم السابق من هذا الأصحاح لما بيقول إنهم خدام الشيطان حقيقة، إنهم فعل ماكرون، مش خدام المسيح. لكن هنا بيقول كأني ما بفهمش، هم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل، وهذه البراهين والحيثيات التي تبرهن على أني خادم للمسيح أفضل منه. عدم تقدير كنيسة كورنثوس للرسول بولس وقبولهم الشكاية عليه من المعلمين الكذبة ادانا فرصة أن الرب يسجل لنا بالوحي المقدس كيف يكون الخادم الحقيقي وكيف تكون الخدمة المسيحية في شخص بولس الرسول. يعني الكلام اللي قاله هنا بولس الرسول لم يذكر كله في سفر الأعمال، لوقا لم يسجله في سفر الأعمال، لكن ادانا فرصة هنا نطلع من قريب عن بعض الأتعاب اللي ميزت سيرة هذا الرجل العظيم. وده يدينا فكرة مهمة جدا أخي الحامية على أن الكتاب لم يكتب للتأريخ، وكل ما كتب فيه كتب لغرض مهم جدا أن احنا نتعلم من خلاله، فلم تذكر في سفر الأعمال لأنه مش بيأرخ للرسل، مش غرض أنه يكتب التاريخ بتاعهم، لكن كان غرض أنه يتكلم على عمل الروح القدس بيهم، فركز على الحاجات دي. هنا هو بيتكلم على دلائل الخدمة بتاعته، فجاب سيرة الألام بتاعته. صحيح. أعتقد أن أصحاح 6 وأصحاح 11 اللي سجله بولس عن خدمته وأتعابه إنجاز التعبير يكتم الكبرياء عن أي خادم بيخدم الرب دلوقتي. يعني لما نقيس أنفسنا على كده أعتقد أن إحنا أي خادم لسه بدري قوي علشان يصل إلى هذا المستوى. السجل الجميل ده بيورينا يعني كيف تحقق قول المسيح عن الخادم الذي يريد أن يخدمه. قال الرب يسوع لي كل المجد: إن أراد أحد أن يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادم. نشوف الرسول بولس ماشي في نفس سكة الرب يسوع الذي تألم تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطوته. في الميتات مرارا كثيرة، أفتكر أشار إلى حاجة زي كده في أصحاح 1: كان لنا في أنفسنا حكم الموت يأيسنا من الحياة. فهنا في الميتات مش بس مرة واحدة لما كان في أفسس والشغب اللي حدث في أفسس، لكن في الميتات مرارا كثيرة. زي ما حضرتك تفضلت سفر الأعمال ذكر لنا حدث، لكن هنا بيقول مرارا كثيرة. من اليهود دي برضو ما بنقراش حصلت، لكن من اليهود 5 مرات قابلت 40 جلدة إلا واحدة. وإحنا عارفين إن بولس كان مواطنا رومانيا، وكان بوسعه عندما يعرض للجلد من اليهود يقول لهم أنا مش يهودي إني مور، أنا سبت اليهودية
وأنا عند المواطنة الرومانية حصلت مرة في سفر الأعمال وقال للأمير أيجوز لك أن تجلد أو تضرب رجل روماني غير مقضين عليه؟ اختاش الأمير، فكان بوسعه أن يفعل ذلك، لكن لماذا قبل من اليهود خمس مرات 40 جلدة إلا واحدة؟ لأنه كان مستعد زي ما هو قال إني مستعد ليس أن أربط فقط، أنا مستعد إني أموت. لا، ده في رومية 9 قال أنا مش بس مستعد إني أموت، أنا كنت أود لو أكون أنا نفسي محروم من المسيح من أجلهم. هو اللي قال في أصحاح 9 من الرسالة الأولى صرت لليهودي كيهودي، أنا عايز أربحهم. وعشان كده قبل من اليهود 5 مرات 40 جلدة إلا واحدة. يا له من أمر رهيب، مواطن روماني يربط على أداة التعذيب على شخاطر يجلد 40 جلدة، ومش مرة ولا 2 5 مرات. نعم، الواحد يخجل، أين أتعابنا نحن لأجل المسيح بإزاء هذا الخادم الكامل؟ يعني فضل الرسول بولس أن يجلد 5 مرات من اليهود، كل مرة 39 جلدة، على أن يضع عثرة أمام طريق اقتبالهم إلى المسيح. صحيح، احنا عارفين أنه بحسب الناموس كان ممنوع الواحد يجلد أكتر من 40 جلد، توخي الحذر لألا يغلطوا في العدد كانوا بيضربوا 39 جلدة علشان لا يتعدوا قول الناموس. فعدد 25 بيتكلم عن 3 مرات انكسرت به السفينة، واحنا بنعرف ان الرسالة دي اتكتبت قبل ما الرسول بولس يقوم بالرحلة، رحلته الى روما. فهو بيتكلم عن 3 مرات، ما جاش في سفر الاعمال ولا قريناش ان السفينة اتكسرت به ولا مرة. فبالاضافة للثلاث مرات دولة اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجة، كمان نقدر نضيف السفينة اللي اتكسرت في سفر الاعمال في الاصحاحات الاخيرة. لكن كمان يقول ان ليلا ونهارا قضيت في العمق. البعض بيقول إن هو مرة من ضمن المرات اتكسرت السفينة فتعلق على حتة خشبة جوه البحر الأبيض لمدة ليل ونهار، عايم على حتة الخشب. البعض الشراح بيقولوا إنه بيتكلم عن إنه لما كان بيترمي في السجن في عمق السجن في ظلمة يقضي أيام وليالي بيعاني، فتعبير عن ألامه الرهيبة من أجل المسيح. نوعيات الألام اللي بيتكلم عنها هنا بتقول إنه عنده استعداد رائع جدا، فما كانش يفرق معاه نوعية الناس اللي بيستخدمهم، فتألم من اليهود، تألم من الأمم، تألم من الناس في مركز رسمي دخلوه سجون، وتألم من الناس في مركز ديني ضربوه بالطريقة الدينية زي اليهود، تألم من الرعاع واللي في السوق صحيح. فما عندوش مشكله انه يتعامل مع اي ناس، ما بيتحشاش اي ناس، كمان ما تفرقش معاه الظروف، المطره، العمق، الحاجات دي كلها، ما فيش حاجه من الظروف تخليه يتراجع، عامل زي اللي ضرب اسد في جب في يوم ثلج. يعني ما عندوش مشكله انه يعمل الكلام دوت في اماكن مختلفه، وحتى حاجات بتحز في نفسيته يقول عنهم من بني جنسي واخوه كذبه، تعبيرين قويين جدا، يعني من اللي من دمي ولحمي عندهم السعادة يعملوا كده، وناس شكلهم إخوة بيقربوا مني وبيعملوا كده هوت، لكن كل ده لم يعوق إطلاقا أن هو يتمم خدمته وبفرح. كلمة بأخطار جت 8 مرات في الجزء ده، و7 مرات الشيطان يستخدم الظروف والناس لتعطيل العمل، ثم المرة الثامنة لإفساد العمل. فيقول لنا في عدد 26 بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي اليهود يعني، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، المدن فيها خطر، سواء المدن الأحياء الراقية والأحياء المتواضعة، بأخطار في المدينة، نمرة 6، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، وأخيرا ويمكن دي أصعبهم، بأخطار من إخوة كذبة. يعني يتحمل اللصوص ماشي، لكن كمان إخوة كذبة، يا للعار يا للعار. الأخطار اللي حضرتك كلمت عليها ديت، أو يعني عدد 25 و26 خارج عن إرادته، بس في عدد 27 هو حاجات بإرادته، في تعب، أنا ما عنديش مانع أن أنا أتعب وأكد، في أسهار وأسهر مرارا كثيرة، في جوع وفي عطش، هو اللي علمنا مبدأ أنه عنده استعداد يدرب نفسه كده عشان خاطر خدمته. صحيح. في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، يعني أخطار، في ظروف صعبة كانت برا إرادته
قابلها عشان يتمم عمله، لكن في حاجات هو حطها حتى على نفسه عشان ما تعوقش العمل والخدمة اللي هو بيعمله. قال في كورنثوس الأولى 15: أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. كان بيقارن نفسه بالرسل الحقيقيين، فكان بالحري عندما يقارن نفسه هنا، والكورنثيين هم اللي أجبروه على ذلك مع مع الرسل الكذبة والإخوة الكذبة. في تعب وكد، لعله بيشير إلى اشتغاله في صنع الخيام. والحقيقة بولس الرسول هو الذي أرسى مبدأ صنع الخيام في الخدمة، يعني الواحد يكون بيشتغل وكمان بيكون بيخدم، وبولس عمل كده في أماكن كثيرة. لكن كمان يقول في برد وعري، هي حاجة يعني تلمس القلب. الرسول رسول المسيح العظيم اللي كتب 14 رسالة في العهد الجديد، واللي حمل الإنجيل إلى أسبانيا في قارة أوروبا، لكن في آخر حياته نقرأ عنه في تيموثاوس الثانية، بيقول لتيموثاوس: الرداء الذي تركته عند كاربوس احضره. كان في برد وكان محتاج لهذا الرداء، وده يورينا طابع الخدمة المسيحية، درس للأجيال كيف تكون الخدمة المسيحية. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ من ضمن الحاجات العري، هل تفصلنا عن محبة المسيح؟ الكذب. الكذب هو الصفة الرئيسية التي يتصف بها إبليس عدو كل بر، الذي قال عنه الرب يسوع: متى تكلم فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب أو أبو كل كذب. وكم يكره الرب جداً اللسان الكاذب. فالشخص المسيحي يجب أن يتصف بالصدق في كلامه وتصرفاته، ودائماً يحرضنا الوحي المقدس على التكلم بالصدق وعدم الكذب، لأن الكذب هو صفة أصيلة في الشيطان. فلقد أوصانا الكتاب: اطرحوا عنكم كل كذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. وقال أيضاً: لا تكذبوا بعضكم على بعض. وكم يجلب الكذب ويلات كثيرة على صاحبه، مثل ما حدث قديماً مع جحزي غلام أليشع رجل الله، ومثل ما حدث مع أبي المؤمنين إبراهيم عندما تكلم بالكذب أكثر من مرة، وفي قصة حنانية وسفيرة عندما كذبا على الرسول بطرس. ولكن الشخص المسيحي دائما يتكلم بالصدق ولا يخبر بنصف الحقيقة كما فعل إبراهيم قديما، بل لسان حاله كما كان يقول الرسول بولس قديما: أقول الصدق في المسيح ولا أكذب. وأيضا قال في مناسبة أخرى: الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. فليعطينا الرب كلنا أن نتكلم بالصدق. عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. في عدد 28 الرسول بولس بيقول: عدا ما هو دون ذلك. إيه ما هو دون ذلك؟ خلافا عن الضيقات والأخطار اللي عددها في الأعداد السابقة، يقول التراكم علي كل يوم،
الاهتمام بجميع الكنائس. بولس الرسول في خدمته ما كانش بياخد أجازة، لا ده مش بس كانش بياخد أجازة، لا كان بيستريح في الليل ولا كان بيستريح في النهار. يكتب لقصوص كنيسة أفسس إزاي 3 سنين لم يفتر ليلا ونهارا عن أن ينذر كل واحد، اهتم بكل الكنائس، كان الكنائس كلها على قلبه. يكتب لهم إزاي يعني كان يذكرهم في صلواته وطلباته ويجاهد في الصلاة من أجلهم، لكن كمان يهتم بكل كنيسة وأعوازها ويكتب الرسائل المناسبة لحالة كل كنيسة. مش بس الكنائس لكن الأفراد، كان ينذر كل واحد بدموع. يقول بعد كده: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. زي الأب وزي الأم، زي ما كتب للكنيسة في تسالونيكي أنه كان بينهم كمرضعة وكان حانا إليهم وكان كالأب يعظهم ويشجعهم ويشهدهم أن يسلكوا كما يحق للرب. كان كل هذه الخدمة حاملها بولس في قلبه. يكتب للمؤمنين في فيليبي: لأني حافظكم في قلبي في وثقي في المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. الاهتمام بجميع الكنائس. أذكر أمرين هنا: أي كنائس التي زارها ويعرفها طبعا، لكن مش بس كده. لما نروح لرسالة رومية أصح 1 يقول: فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم. هو كان زارهم؟ لا، ما كانش زارهم. متضرعا دائما في صلواتي عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليك. هو سمع عن المؤمنين في روميا بيصلي لهم ليلا ونهارا. في رسالة كلوسي أصح 2 يقول: فإني أريد أن لا تجهلوا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد. ده واحد بيذكر الكنائس اللي زارها وهي كثيرة، والكنائس اللي سمع عنها وهي أيضا كثيرة، ثم نوعية الاهتمام كيف يهتم. لما يقول لنا في غلاطي أصح 4: يا أولادي الذين أتمخض بكم مرة ثانية، أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيهم. في تسالونيك الأولى أصح 3: الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. يعني إذا ما كنتوش هتثبتوا في الرب الحياة ملهاش طعم ولا معنى ولا عازة. بهذه الصورة كان يهتم بجميع الكنائس. في ناس كانت تخدم لأجل أغراض غير سليمة، نفى الرسول بولس أنه هو تبعهم، سواء من أجل نفسه، من أجل ربح قبيح، من أجل أي حاجة زي كده. في ناس تخدم بغرض سليم لكن توصل لدرجة أنا عملت اللي علي، يعني رحت عملت الخدمة اللي علي وخلاص خلص الموضوع على كده. لم يكن من هؤلاء أيضا الرسول بولس. في ناس تهتم بالكنائس بالعمل العام لكن تيجي عند الفرد وتخفف أن تهتم بيه، برضو ما كانش من الناس دول. هو يهمه الجماعة ويهمه الفرد، يهمه العمل العام ويهمه العمل الخاص. لكن كمان يزود ويقول: كل يوم تتراكم عليا، بمعنى أن عمالة بتزيد فوق طاقتي أحيانا. ومين يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر. المفتاح بتاع كل الكلام دوت إيه؟ غرضه أن المسيح يتمجد في كل وقت وبكل طريقة. فعدد 32 بيتكلم مش بس عن أتعاب جسمانية وأتعاب نفسية زي ما استعرض السلسلة الطويلة من الحاجات اللي تعرض ليها، لكن كمان بيتكلم عن حاجة مذلة لما كان بيخدم في دمشق واليهود تشاوروا عليه عشان يقتلوه، فالتلاميذ دلوه في سل. كنت افتكر زمان ان السل دي حاجة بتتنقل منها البضاعة من خارج السور الى جوه السور، لكن قريت حاجة ان السل ده اللي كانت بتترمي فيه الزبالة خارج دمشق. فشيء رهيب ان الراجل اللي كان ليه مركز ديني وسياسي واجتماعي ويتميز ببعض الحاجات اللي يفتخر بها اي انسان، في يعني في ظروف مذلة جدا يتحط في سل ويحضروه او ينزلوه من على السور علشان ينقذ ويذهب الى اورشليم. فالرب قصد ان هو يجعله في حالة مبتدعة تماما بتدريبات عجيبة وغريبة فعلا. اعتقد يعني ده درس فعلا، لان كان يمكن ان الله ينقله بطريقة اشرف واكرم. احنا نقرأ في اعمال 8: خطف روح الرب في لبس فوجد في اشدود. دي سهلة على ربنا جدا، لماذا لم يفعل ذلك مع الرسول بولس
في بداية خدمته، لأن الإشارة هنا إلى ما حدث في سفر أعمال الرسل أصحاح 9، يعني في أصحاح 8 روح الرب يخطف فيلبس، في أصحاح 9 روح الرب لم يفعل ذلك مع شاول، هو حر. أمال إيه اللي حصل؟ نزلوه في سل، دلوه خارج المدينة. وفي الحقيقة يعني أمر صعب مذل. أربعة في الكتاب المقدس اتعامل معهم الحكاية دي، الجاسوسين في سفر يشوع أصحاح 2 لما راحب نزلتهم برضو من السور لأن بيتها كان عند السور، ثم داود ميكال نجته وأنقذته من الشرس شاول اللي هو أبوها، أنقذته من إيد أبوها عندما نزلته برضو من السور. وهنا المرة الرابعة والأخيرة، الله حر يعمل ما يشاء في خدامه، ومرات كتيرة عاوز يكتم الكبرياء عن قلوبنا. في نص الكلام يحط ختم مهم قوي، عدد 31، الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. لحسن تفتكروا أن أنا ببالغ، لحسن تفتكروا أن الكلام ده مبالغ فيه، أنا في الآخر برضو ضميري مكشوف قدام الله، مش أنتم، مش قدامكم أنتم، مش الحكم بتاعكم أنتم. بس كمان لمساني جداً، هو بيقول كان ممكن يقول الله يعلم أني لست أكذب، كانت هتقوم بالواجب بتاعها، بس الله بالنسبة له غالي، أبو ربنا يسوع المسيح المبارك، يعني كأنه عايز يقول حتى وأنا في وسط دفاعي عن نفسي، حتى وأنا في وسط الظروف دي، غلاوة هذا الشخص الذي أتبعه لا تقل للحظة، أنه هو غالي جدا في عيني ومبارك للأبد. يعني كنا بنفهم أن بولس يفتخر بأتعابه في الخدمة والمخاطر التي تعرض لها، لكن في الجزء الأخير ده بيفتخر بأمره مذل للحقيقة، يفتخر بأمور ضعفه. والمشهد يعني لو خادم هيعمل السيفي بتاعه ما افتكرش انه هيتشرف يحط مشهد زي كده، وخصوصا الصور ده يفكرنا بمجيء شاول الترسوسي إلى دمشق، جاي ومعاه رسائل من رؤساء الكهنة وراكب حصان وغيره ومعاه رفقة، لكن طلع ازاي من دمشق في سل متدلي من السور. يعني ألفت النظر إلى أن لسه الطويلة دي من الألام والتجارب، وكان لسه الرسول بولس ما خلص خدمته، لسه ما كانش راح لأورشليم في أصحاح 21 واتقبض عليه واتضرب، وبعدين لسه رحلته إلى روما، لسه سجن روما الأول، وبعدين يطلق سراحه، لسه سجن روما المرة الثانية. فإذا كانت لسه طويلة تحتمل مزيد من الأتعاب والألام، ودي بس عينة منها. فعلا هنا حاجة مذلة. وفي الكتاب المقدس نقرأ عن رجال الله هربوا، وإحنا بنعتقد أن يعني مفروض ربنا يتعامل مع رجال الله بطريقة تانية، بس نقرأ عن موسى أنه لما علم أن فرعون سمع ترك مصر هرب من مصر، ونقرأ عن داود أنه عاش مرات كتيرة سنين كثيرة هاربا. لا ده احنا نقرأ عن رب المجد يسوع المسيح في متى أصحاح 2، خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، فهرب رب المجد. أما كان يستطيع الله بمليون طريقة أنه ينجي ابنه؟ أعتقد أنه سمح بذلك علشان في كل حاجة احنا عرضة نتجرب بيها المسيح له المجد صار في الدرب ذاته. لما نوصل لمتى 24 الرب بيوصي البقية التقية في المستقبل أنهم يهربوا لما تلاقوا ركسة الخراب اللي قال عنها دانيال النبي، ليهرب الذين في اليهودية. وهنا بنشوف بولس يهرب. إذن الرب مش عاوز سوبرمان، أنا مش لازم أكون سوبرمان عشان خاطر يعني أبقى خادم ناجح، بالعكس الرب يحسن إلينا عشان نفهم فكر الله من جهة هذه المسائل. إذا لم تستطع أن تعالجه احتمله. ملاك الشيطان وهو يلطمه توجه إلى المسيح اللي منه يستمد نصرته، اللي بيدي لا لأني أستحق ولا لأني طلبت حتى، النعمة تظللنا وتمتلكنا وتحتوينا. عزيز المشاهد، قال الرئيس الأمريكي الشهير أيزنهاور أن تقرأ الكتاب المقدس كأن تذهب إلى رحلة خلوية بعيدة، تتجدد الروح ويتقوى الإيمان. هل تشتهي أن تأخذ هذه الرحلة معنا؟
في ركاب كلمة الله ورحابها العظيمة؟ هل ترغب أن تصحبنا في مثل هذه الرحلة؟ ندرس فيها الكتاب المقدس أصحاح أصحاح وآية آية؟ نفعل ذلك في برنامج فاحصين الكتب. الرب يباركك.